السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قناتنا ناسوس غنقدم لكم اليوم فقاش جويف أو بريستيج. غنبداو في المقادير: 100 غرام سكر غلاسي أو سكر ثقيل، معلقة جنجلان، معلقة الكوك، 50 غرام قرقاع، 50 غرام اللوز، نقعتهم في الماء واحد ساعة، 50 غرام بيستاش، أنا عندي المالح، 100 غرام مشماش قطعته قطع صغيرة، 200 غرام ديال الفورس وألزا، بالإضافة إلى 3 البيضات وقبصة ملح. غنبداو على بركة الله. غنبداو بالبيض، بسم الله. قبصة ملح، سكر كلاسي، كنخلطو المكونات. ممكن نديرو الخلاط العادي، ها باش نسهلو علينا. كنزيدو الكوكو، الجنجلان، الجنجلان ميكونش محمر، نخلطو. نزيد الخمارة، نخلطو الكل. أنا جاني بحال خديت زيت الخمارة، أنا خدا ليا 300 تقريبا 300 غرام ديال دقيق الفورس. العجينة غتكون بحال ديال الكيكة، ماشي بحال ديال الكيكة ولكن ندير عليها مجموعة عليها. درت المشماش، درت القرقاع، بيستاش واللوز، كنجمع العجينة كاملة مع الفواكه الجافة. ممكن تستعملوا الزبيب، حتى هو كيجي زوين. شوف انت هو هو القوام ديال العجينة ديالنا، كيكون اثقل من الكيك العادي. دابا غنهزو المول، انا عندي بحال هذا
كاين اشكال وانواع، كاين احجام. انا هادو هما اللي عندي، درت ليهم بابيي. وكنهز من العجين، كنسرح. ما خصنيش يكون العجين حتى الفوق، حيت كيتنفخ فيه الخميره. نبسطوه بمعلقة، هاد النص العجينة اللي بقى ليا غندير لها كاكاو، نخلطو. ملي درناهم في المول كنديرهم في شي لاطا، وكنديرو بابيي سيفيريزي، كنديرو عليهم شي لاطا تقيلة باش العجين ما يفلش. دابا نديرو في الفران حتى يطيب. ملي كنشمو ريحة الفقاس بحال ريحة الكيكة، نفس الطيب ديال الكيكة، كنحيدو عليهم بابيي سولفيغيزي ولاطا، نخليهم واحد 10 دقائق تيبداو يتحمرو. صافي نطفيو عليهم، نخليهم دابا تيبردو مزيان واحد 3 السوايع، عاد نقطعوهم ونديرهم في فريكو باش يبردو، يسهل علينا التقطاع. ملي برد الفقاس ديالنا كنهزو الكيتر او مصمادي، كنبقاو نقطعو رقيق. شوف الشكل ديالو، انا درتو في الكونجيلاتور واحد 3 السوايع. الزيت هذا تنكمل، عاد نهز هذا الكاك الثاني. ملي كتخليو اللوز والكركاع صينين مع التقطاع كيجي المنظر زوين. هنا نقطعو هذاك قصدي بالكاكاو، صافي نبقاو هكذا تنكملو تقطع كامل، ونديرو في الفران. لكن خصنا نحضيو، حيت هاد الفقاس راه أصلا طيب، خصو غير يتحمر شويه.
هو الفقاس ديالنا ملي طاب ما خصناش نخليوه يتحمر، حيت المشمش دغيا كيتحرق. هو مقرمل، خصنا نديرو العافية مهيلة ونبقاو واقفين حدا الفران. كيجي مقرمل، نتسناو نشوف واحد. جربوه ما تندموش، كيجي غزال لذيذ ومنظر زوين وكيحمر الوجه. دابا نقول لكم السلامة الى الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. نتمنى تشجعوني بتعاليق محفزة والابوني مع تفعيل الجرس واللايك، وشكرا على الدعم ديالكم، وإلى الفيديو القادم بإذن الله. سلامة.